أخبار اليوم. أدعوكم للاستمتاع بهذا الحفل والعرض الفني الذي يجب أن نشكر عليه التعاون مع وزارة الثقافة، لأن وزارة الثقافة الحقيقة تقف جنبا إلى جنب مع وزارة الآثار في العديد من الفعاليات، فكانت معنا بالأمس في عيد القومي للأقصر أمام معبد الدير البحري للملكة حتشبسوت، واليوم معنا في المتحف المصري ويمثلها السيد بس حسن خلاف وكيل وزارة الثقافة، فبنشكره وبنرحب بيه وبنرحب بوزارة الثقافة. شكرا لحضراتكم جميعا ونبدأ الحفل. Oh.